ناخذ المثال التالي. evaluate double integral for function اللي هي الدالة عندنا x تربيع زائد y تربيع. هذا التكامل دا يريد نجد بالنسبة لدي x اولا ثم بالنسبة لدي y ثانيا بالخطوة الثانية يعني. فاذا نكامل بالبداية بالنسبة لx يعني يكون التكامل الداخلي بالنسبة لx بالبداية والتكامل الخارجي بعدين بالخطوة الثانية بالنسبة لy. نكتب الدالة مثل ما موجودة بالمثال، نكامل بالنسبة لx. حتى أكامل بالنسبة لx أي شيء غير lx يعتبر كونستانت. نوزع علامة التكامل على الx تربيع وعلى الy تربيع. فتكامل الx تربيع بالنسبة للدي اكس هو x 3 على 3، تكامل الy تربيع بالنسبة للدي اكس ينزل الy تربيع كما هو، وتكامل الدي اكس هو x فينزل الx. بعد هذا أعوض بحدود التكامل. أكو غلط طلاب، انتبهوا من الصفر هنا إلى الواحد، لأنه دائما بحدود التكامل هاي القيمة تكون الأقل وهاي القيمة تكون الأعلى. بعد ما أعوض بحدود التكامل أحصل على واحد على ثلاثة زائد y تربيع dy، فسأكامل لازم بالنسبة لy لأن بقت لي علامة التكامل الثانية الخاصة بdy، فأكامل بالنسبة لy. تكامل الثابت هو الثابت ينزل نفسه، تكامل الدي واي هو واي فينزل واحد على ثلاثة واي، زائد تكامل أيضا يتوزع على الواي تربيع دي واي، تكامل الواي تربيع دي واي هو واي ثلاثة على ثلاثة. طبعا ذني ثابت اعتمادا على قوانين التكامل اللي ما أخذيها مسبقا، فحيصير تكامل الواي تربيع دي واي هو واي ثلاثة على ثلاثة. أعوض بحدود التكامل من الواحد إلى صفر أحصل على الناتج النهائي هو اثنين على ثلاثة. في حال كاملت بالنسبة لواي بالبداية يعني يكون عندي دي واي أولا ودي اكس ثانيا، لازم أحصل على نفس الناتج النهائي. بالبداية أكامل بالنسبة لدي واي، أي شيء غير الواي يعتبر كونستانت، فالاكس تربيع تنزل كما هي، يعني تكامل اكس تربيع دي واي راح يصير اكس تربيع، تكامل الدي واي هو واي ثابت فتنزل واي هنا. تكامل من الصفر واحد واي تربيع دي واي، لانه قلنا علامة التكامل تتوزع والدي واي ايضا تتوزع، واكامل بالنسبة لواي. تكامل واي تربيع دي واي هو واي ثلاثة على ثلاثة تنزل. اعوض بحدود التكامل من واحد الى الصفر، بقت عندي تكامل الثاني بالنسبة لأكس، لكن قبل ما كامل بالنسبة لأكس لازم أعوض بحدود التكامل اللي هي الواحد والصفر. فبعد ما أعوض بمكان كل واي مرة واحد ومرة صفر أحصل على هذه الدالة اللي هي أكس تربيع زائد واحد على ثلاثة. الدي أكس والصفر واحد هو التكامل الثاني. أيضا أوزع علامة التكامل على الأكس تربيع وعلى الواحد على ثلاثة، فتكامل الأكس تربيع دي أكس يساوينا أكس ثلاثة على ثلاثة، تكامل الواحد على ثلاثة دي أكس يعتبر ثابت الواحد على ثلاثة فتكامل الثابت ينزل كما هو، وتكامل الدي أكس هو أكس فينزل هنا الأكس. أعوض بحدود التكامل من واحد إلى صفر، يعني مكان كل إكس مرة أعوض واحد ومرة ثانية أعوض بالصفر، فحصل على الناتج النهائي اللي هو اثنين على ثلاثة. حتى أعوض هنا بمكان كل إكس لازم يكون عندي مرة واحد أعوض عن الواحد، هاي عوضنا عن الواحد، أعوض عن الصفر يصير عندي الإشارة ماينس. بمكان كل اكس سيصير صفر اس ثلاثة على ثلاثة زائد واحد على ثلاثة في صفر، طبعا هذا ما اريده هيجي بالامتحان، هاي مجرد توضيح اضافي لكم. صفر على ثلاثة هذا كله صفر، فواحد على ثلاثة طبعا هنا الواحد تكعيب هو واحد على ثلاثة زائد واحد على ثلاثة، وبالتالي احصل على اثنين على ثلاثة.
اللي هو الناتج النهائي بعد ما عوضته بحدود التكامل من 1 إلى 0 وكاملت بالنسبة لدي اكس. لاحظ اذا كامل بالنسبة لاكس بالبداية وبعدين واي هو نفس الناتج في حالة لو كاملت بالنسبة لواي بالبداية واكس يكون بالخطوة الثانية او بالنهاية.